مسيو سامي صباح الفل. انا عايز ابدا من النقطه اللي البعض كان بيتكلم عليها مع كيراش، بيقول هم يعني هو ليه اعتمد على يعني محترفين برضو اكتر ما اعتمد على المحليين؟ هل دي ثقافه يعني؟ جبت مربط احنا نقفل الحلقه بقى. لا جبت مربط خالص. يعني لاحظي ان الدوريات الاوروبيه انتهت وبدات في موسمها الجديد قبل نهايه الموسم المصري، فدي نقطه مهمه جدا. يعني كان يعني الاهلي دفع ثمن كبير جدا في انه خسر يعني بطوله او بطولتين في بسبب الاجهاد اللي كان والموسم الطويل المستمر. فاللعيبه المحترفه في اوروبا خدت نفسها وكان وقدرت يعني تبدا موسم جديد، ودي نقطه مهمه جدا من الناحيه البدنيه ومن الناحيه النفسيه. فطبعا هم كانوا اجهز وطبيعي يعني يبقى انا عندي ثروه ما اعتمدش عليها. صحيح. ثروه محترفين. صحيح. مميزين جدا يعني بقياده الكابتن محمد صلاح والنني ومصطفى محمد مرموش اللي كان مفاجاه المباراه الحقيقه. فيعني لدرجه ان يعني انا كتبت كده مقال مسكوا صلاح وسابوا مرموش بهدلهم يعني الحقيقه، واسعدنا. صحيح. كتير بالهدف اللي جابه يعني.